من هو سليمان القانوني؟ يعتبر سليمان القانوني وهو من يعرف عند الغرب بسليمان العظيم أحد أهم وأشهر السلاطين في الدولة العثمانية، والذي تعد فترة حكمه للدولة الأطول، حيث حكم الدولة العثمانية مدة 48 عاما، وهو يحتل المرتبة العاشرة بين السلاطين العثمانيين، علما بأن الدولة العثمانية في عهده كانت مزدهرة، حيث وصلت إلى أوجها في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والثقافية أيضا. ويذكر أن لقب القانوني قد أطلق على سليمان نسبة إلى قوانينه التي وضعها بهدف تنظيم دولته، وحرصه الشديد على أن تكون هذه القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. ولد سليمان القانوني في عام 900 للهجرة في طرابزون، وهو الابن الوحيد للسلطان سليم الأول، الذي اهتم بتنشئته وتربيته منذ الصغر، فأصبح سليمان محبا للعلم والعلماء والأدب والأدباء والفقهاء، علما بأنه كان يشتهر بالوقار والجدية في شبابه. ومن الجدير بالذكر أن لسليمان صديق مقرب كان يقضي معه الوقت في صغره، وهو أخوه في الرضاعة يحيى، حيث تعلم صياغة الجواهر سوية، وعندما أصبح شابا أصبح يراقب ما يدور حوله من عمليات عسكرية، كما يعتقد بأنه شارك في إحدى هذه العمليات إلى جانب والده السلطان سليم الأول. بعد وفاة السلطان سليم الأول سنة 926 للهجرة، تولى سليمان الحكم وبدأ بتوجيه السياسات في الدولة، علما بأن خطاباته كانت تبدأ بآية من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بداية حكمه تمكن من فرض هيبة الدولة، حيث قضى على الخارجين عليها وعلى كل من كان يحاول الاستقلال عنها من الولاة. وقد أظهر عزيمته القوية عندما قضى على تمرد الغزالي في الشام، وتمرد أحمد باشا في مصر، بالإضافة إلى تمرد قلندر جلبي في قونية ومرعش. يعتبر عهد السلطان سليمان القانوني عهدا ذهبيا للدولة الإسلامية العثمانية، حيث ضمت دولته مجموعة كبيرة من المدن والعواصم في إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أصبحت دولته تسيطر على كل من البحر الأحمر والبحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط. ومن الجدير بالذكر أنه كان لسليمان القانوني إنجازات مختلفة في كل من أوروبا والدول العربية، حيث نوردها في النقاط التالية. أولا، إنجازاته في الدول العربية: ضم كل من عدن، صنعاء، ومضيق باب المندب إلى دولته، واستطاع حماية إفريقيا من الخطر المحيط بهم، وهو خطر الإسبان والبرتغاليين، وبقيادة خير الدين بربروس تم ضم تونس إلى دولته. تمكن من التصدي لتدخلات الصفويين في العراق، وغزا عاصمتهم تبريز في سنة 942 هجرية. إنجازاته في أوروبا: سيطر على بلاد القرم الواقعة شمال البحر الأسود، كما استطاع دخول عاصمة صربيا بلغراد، وحاصر عاصمة النمسا فيينا. تمكن من السيطرة على جزر متعددة من البحر الأحمر كجزيرة رودز، وعقد اتفاقية مع فرنسا حتى يضمن وقوفها إلى جانبه في حربه ضد كل من إسبانيا، البرتغال والنمسا. عرف عن سليمان القانوني حبه وتذوقه للشعر، ومعرفته بلغات الشرق كاللغة العربية، ومقدرته على الكتابة بخط جميل، كما أنه كان محبا للبناء والإعمار، وهذا ما جعله ينفق بسخاء على الأبنية الكبيرة، فبنى الحصون والمعاقل في بغداد ورودز، وكذلك بودا، وأنشأ الصهاريج والقناطر والمساجد في مختلف أنحاء دولته، وخصوصا بغداد ودمشق ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ما شيده من عمائر رائعة في عاصمة دولته. ومن أهم معالم التطور الحضاري في عهده بناء مسجد السليمانية، وهو مسجد سليمان القانوني في إسطنبول، والذي يعتبر من أبرز الأعمال المعمارية التاريخية في العالم الإسلامي. كما ظهر في عهده مهندسين معماريين بارزين، وأهمهم سينان باشا، الذي كان له أسلوب خاص في البناء، كما أنه شارك في كثير من الحملات العثمانية. من أهم معالم التطور الحضاري في عهده أيضا ازدهار المنمنمات العثمانية، وهي الرسوم في عهده، حيث قدمت الحوادث الاجتماعية والسياسية في عهد سليمان القانوني من خلال منمنمات ذات ألوان زاهية.
برز في عهده مجموعة كبيرة من العلماء، ومن أهمهم أبو السعود أفندي صاحب كتاب التفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. وكذلك في عهد سليمان القانوني تم إنشاء أكبر مشروع حضاري مهم، ألا وهو ترميم المسجد الأقصى وقبة الصخرة والحرم المكي، بالإضافة إلى ترميمه للمسجد النبوي وإنشاء الحمامات العامة والملاجئ للحجاج وتحصينه للمدينة المنورة من خلال بناء سور حولها. كما اهتم بالخط، حيث برزت في عهده مجموعة من الخطاطين العظام وعلى رأسهم حسن أفندي الذي كتب الخطوط الموجودة على جامع السليمانية. كما أن من الخطاطين المشهورين أيضا أحمد بن قرة حصاري الذي كتب القرآن الكريم بخطه، علما بأن هذا المصحف يعتبر من روائع الخط العربي وهو يوجد حاليا في متحف طوب قابي. كان سليمان القانوني قد تجاوز عقده السابع عندما اشتد مرضه وأصبح غير قادر على ركوب الخيل، إلا أن هذا لم يمنعه من مواصلة الجهاد، حيث قاد جيشا للطأر من ملك هابسبورغ الذي أغار على ثغور المسلمين، على الرغم من أن طبيبه لم ينصحه بالخروج فقد كان مرضه شديدا، إلا أنه قال: أحب أن أموت غازيا في سبيل الله. وهذا ما كان له حيث استطاع الوصول إلى مدينة سكتوار المجرية غازيا لها ومظهرا قوته المعهودة أمام أعدائه. ومن الجدير بالذكر أنه توفي في أثناء غزوته لها سنة 1566.